حياكم الله متابعين المربع نت، رجعنا لكم تجربة جديدة مع الصانع الكوري العريق. بنجرب سياراته كلها، وهو سانج يونغ اللي قاعد يصنع سيارات من عام 54 ميلادي تحديدا. بتكون معي أكبر سيارة عند سانج يونغ وهي الريكستون، وأنا معكم أختكم أمجاد العمري. اليوم بتكون معي تيبولي 2020، وأنا عبد العزيز بامعس، واليوم معي من سانج يونغ كوراندو. طبعا سانج يونغ هي أول شركة كورية سوت جيوب، أقصد بجيوب سيارة تسوقها فيها دفع رباعي، دبل ثقيل ودبل خفيف. بهذه التقنية نعرف أن السيارة فعلا صنعوها أنك تطلع فيها للبر، ما هو بس دفع رباعي، لأن كثير ناس يحطون بسياراتهم دفع رباعي عشان تكون مثلا متعة للقيادة أو قيادة آمنة أو ثبات أو غيره. لا، سانج يونغ ما هم جديدين في هالشغلة. أول ما تأسست الشركة كانوا يصنعون جيوب للجيش الأمريكي، وبعد كذا صنعوا لنا السيارات هذه، التحف الفنية الناعمة اللي فيها المواصفات كلها، بدبل ثقيل ودبل خفيف، يخليك تروح للبر وانت مطمن وواثق ان معك جيب. وفي عام 91 دخلت بشراكة تقنية ومهنية مع دايملر بنز، الشركة اللي تملك مرسيدس بنز. استفادوا من هذه الخبرات ووظفوها في الأمور التقنية بسياراتهم الجديدة، وبرضو استفادوا من تاريخهم في تصميمهم وهندستهم للدفع الرباعي، وحاطينها في سياراتهم الجديدة. الحين عند المحطة هذا حنا بنعبي موترنا فل وناخذ أغراضنا من البقالة ونتوجه للبر. الجودة وجودة المواد اللي مصنوعة منها السيارة من داخل، من جلود، من بلاستيك، من طبلون، حتى الدركسون بتلاحظها أول ما تركب الريكستون. مسكة الدركسون مريحة بطريقة عجيبة، بتجربون السيارة عند الوكيل وتعرفون أنا عن إيش قاعد أتكلم. طيب حنا نتكلم عن الريكستون، إذا نتكلم عن 3 صفوف مقاعد، عن 7 ركاب، سيارة ما هي بصغيرة، متواجدة فيها الإيرباقات وبعدد 13 إيرباق. الجلود تجي بلونين، مثل ما أنتم شايفين السيارة بني وأسود، طالعة لون جميل جدا. المعينات على المرتبة وعلى الطبلون والأبواب جاية مع لون أسود من جوا، جميل جدا. طبعا عندي ذاكرة لتخزين المقاعد بثلاث وضعيات، وفي أزرار اللي تساعدني للقيادة على اليسار، من ضمنها تنبيه خروج عن المسار، حتى نظام المنحدرات موجود، وزر الاي بي اس وزر الحساسات، والكاميرا 360 محيطية على السيارة، عبارة عن 4 كاميرات، 2 مع الجوانب، واحدة قدام وواحدة وراء. بالنسبة للتقنيات اللي موجودة في السيارة، عندي شاشتين، شاشة النظام الترفيهي اللي بيني وبين الراكب، والشاشة اللي قدام عندي بين عدادين السرعة والضغط، جاية شاشة بحجم كبير فيها أهم الأرقام والمعلومات اللي تخص السائق في رحلته وتنقله، من ضمنها رينج البنزين وغيرها كثير. الشاشة هنا تدعم الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو، سهل جدا تشبك عليها، وبعد ما تشبك تسوي اقتران، تركب وتنزل، يشبك جوالك، أمورك طيبة. التكييف في السيارة بمناخ مستقل الراكب عن السائق، والمراتب فيها تسخين وتبريد للي قدام، واللي وراء عندهم تسخين فقط. تجي السيارة بمكينة 4 سلندر تيربو 2 لتر، وهذه السعة هي أشهر سعة عند كل الصانعين، الألمان، الكوريين، اليابانيين. السعة هذه هي سعة أصغر محرك قوي، خلنا نقول حاطينها على سيارتهم الكبيرة. طبعا أرقام السيارة 225 حصان، 350 تورك، هذا كله بفضل التيربو اللي يخدمنا في المحرك الصغير ويعطينا أرقام أكبر. السيارة كدفع أساسي هي دفع خلفي، وفيها دبل خفيف وفيها دبل ثقيل. أرقام السيارة هذه بتشوفها في البر جميلة جدا، علما أن جنوطها مقاس 20، وشايفينها بجنط كروم حجمه كبير، هذا كله ضد أنها تكون سيارة أوفرود بحتة أو سيارة للبر بحتة، يعني جاية خلطة ما بين سيارة ناعمة، سيارة فخمة جدا في المدينة، وسيارة بنفس الوقت تخدمك في البر وتمشي في النفود ممشاها مرضي. وهذا شكله الخارجي، مثل ما انتم شايفين كيف السيارة جاي شكلها فخم جميل جدا، الشبك بشكله الكبير الضخم، كاميرا 360 أول كاميرا بتشوفها تحت الشعار، الإضاءات LED فل LED نهاري، LED السكن يسمونه، والLED الأنوار وأنوار الضباب، والإضاءات الخلفية برضو LED، وبتشوفون المرايات طيها كهربائي، وتحتها الكاميرا اللي تكمل عندنا خدمة 360 أو الكاميرا المحيطية.
حجم البيبان وحجم الرفارف فعلا يعطيك ان السياره شكلها كبير جدا يخدمك، لكن ما هي مثل السيارات الكبار مثل اليوكن والجموس، لا هي اصغر شوي. قصه الرفرف جميله جدا، تشوفونها معطيه رفرف خلفي كبير، اضاءات مثل ما قلنا LED وفيها لمبات للضباب، الشنطه تقدر تفتحها الكترونيا او كهربائيا، تضغط الزر وتنفتح من نفسها وتشوف السعه الضخمه، علما ان السياره 3 صفوف مقاعد يعني 3 مراتب 7 ركاب. مقاعد الصف الثاني عندك هنا درج تقدر تنزله، وفيه مساحة تخزين وفيه أكواب، فيه فيشين عندنا، واحد USB تشبك فيه جوالك، وفيه فيش 220 نفس اللي في الجدار نفس اللي عندك في البيت، وله تأمين تفره ينفتح التأمين يعني عشان إذا في أطفال وراء أو شيء، وفيه المواصفة هذه أو الخدمة هذه اللي هو حاطين لك أزرار تتحكم في المرتبة اللي قدامك من هنا إذا كانت السيارة مع سواق وفي كبير سن وراء يقدر يتحكم فيها. تسخين للمراتب في الصف الثاني، والستائر هذه تستخدمها بيدك وتعلقها إذا احتجتها. هذه مراتب الصف الثالث. الأطفال الناس أجسامهم قصيرة خلنا نقول، عندهم تكييف خلفي يتحكمون فيه يطفونه ويشغلونه بكيفهم، وعندهم شاحن التقليدي أو الفيش 12 فولت. تقدرون تزورون الوكيل في أقرب وقت وتطلبون تجربة للقيادة وتعرفون إحساس القيادة اللي أنا أقصده من السيارة هذه، سواء بتسوقها في خط فأنت بتلقى سيارة ناعمة، وإذا بتسوقها هنا برضو ناعمة لكنها ما تمشي ولا توقف بحكم أنها سيارة دفع رباعي رسمي جيب. كوراندو سيارة عصرية جدا، فيها مان عالي، نسبة فولاذ في الشاص 74%، ويكفي اسمها المرتبط في الشعب الكوري لأن كوراندو معناها كورية تستطيع. ما يميز السيارة أن الهيكل تتم صناعته كقطعة واحدة لزيادة مستوى السلامة والأمان. سيارة كوراندو من سانجيانغ حاصلة على 5 نجوم في الأمان والسلامة من المعهد الأوروبي، حاصلة على شهادة الـ NVH اللي هي Noise Vibration Harshness اللي هي الإزعاج والاهتزاز والخشونة. والله جلدناهم جلد، لعبنا فيهم الرجال مش ضيعنا ما هو يا رجال ما ضيعتهم الا انت. اي والله يا شيخ انا ما لي بكوره واجد يعني، بس نحاول اشوف ترى معي سياره خلينا نروح نتفرج عليها بالكوره بالهم. عزوز وش محرك السياره، تيربو ولا عادي؟ زي ما قلت امكانياته تيربو 1.5 4 سندر، احسناتها تقريبا 163 حصان، والتور حقها مره عالي 280، طبعا على حجمها صراحه حلو. السياره فيها ارباقين بس ان جلدها والله مره فخم. والله شوف يا عثمان انظار بالسياره، السياره مو فيها ارباقين، فيها 9 ارباقات واحد منهم في الركبه، تخيل سبحان الله اذا صدمت والسياره احتاجت ان تفتح ارباقك تفتح واحد لركبتك عشان حمايه الارجل. السيارة مع أنها كبيرة بس أحسها خفيفة، شكلها سبورت صح؟ هو شوف كوراندو جامعة أغلب وضعيات القيادة، عندنا القيادة الرياضية والعادية والقيادة الشتوية. عزوز حبيبي يا أخي الجنوط شكلها حلو، كم مقاسها؟ صادق جنطة مرة حلو، تجي دايموند كت ومقاسها 19، حطينا عليها كفرات هانكوك صراحة حلوة ومريحة في الخط. طيب والأنظمة اللي في الشاشة وش هي؟ شاشتها حليلة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. يا أخي في نور قاعد يأشر في المراية، هذا حق إيش؟ هذه الانوار اللي تشوفها هذه انوار النقاط العمياء، فيها نقاط عمياء، فيها حتى بالرجوع اذا راجع طالع من موقف سيارات تعطيك انذار انه والله في سياره جايه يمين او اليسار، حتى لو ما انت وقفت هي بالحين تتدخل توقف سياره عنك يعني اذا فهيت امورك تمام. طيب اول ما شغلت السياره عبد العزيز وش اضاءتها؟ ما شاء الله قويه، وش الاضاءه اللي فيها؟ الاضاءه بالسياره تجي LED كامل من الامام والخلف، داخليه السياره فيها اضاءه 3D متغيره. وش أنظمة الأمان اللي في السيارة يا عبد العزيز؟ أنظمة الأمان في السيارة هي من أكثر الأشياء اللي حببتني فيها. فيها الرادار العادي اللي هو حق السلامة إذا لا سمح الله أحد فرمل بدون ما تنتبه بتفرمل عليك السيارة. فيها الحفاظ على المسار. كل دي الأشياء صراحة معطية للسيارة هيبة بين المنافسين حقينا. أنا جربت سيارة، طيب كيف تبريد المكيف؟
التكييف فيها حليل والله بارد، وفيها تبريد وتدفئة قاعد السائق والراكب. كورندو اللي معنا اليوم هو الجيل الرابع من كورندو، بدأ في الثمانينات واليوم معنا الجيل الرابع، جيل جديد، السيارة مصممة بالكامل ومعتمدة على نفسهم مصممين كوريين. اليوم بإذن الله التيفولي 2020 بتكون معي طول اليوم، وبمر صاحبتي وباخذها وبسألها عن رأيها في السيارة، خليكم معنا. أمجاد، السيارة مرة حلوة، يعني سعرها يعني حلو، فكيف من قوة محركها؟ شوف الله يسلمك، المحرك 1.5 تيربو وقوة 163 حصان وعزمة 280 نيوتن كل متر، وأيضاً السيارة دفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات. كيف نسبة الأمان في السيارة؟ وبالنسبة لوسائل الأمن والسلامة في السيارة، سانجيونغ تيفولي حاصلة على 5 نجوم في الأمان والسلامة من الاتحاد الأوروبي، لأن هذه السيارة تجمع أغلب وسائل السلامة الموجودة في كل سيارات العالم، من ABS وEBS ونظام الثبات الإلكتروني، تدرين بعد فيها نظام الARP واللي يساعد على منع انقلاب السيارة، غير أنظمة كثيرة فيها مثل نظام يساعد على نزول المنحدرات وصعود المرتفعات، غير عدد الإيرباقات الموجودة في السيارة واللي هي 10 إيرباقات واللي مخصصة لسلامة السائق والركاب. إيش وسائل السلامة في السيارة؟ هل فيها حساسات بالجوانب من الأمام والخلف؟ نظام الحساسات اللي فيها جدا ممتاز، سواء كان النقاط العمياء أو الخروج عن المسار أو التوقف المفاجئ أو توقف الطوارئ. أنا عن نفسي جربتها، كانت معي السيارة كم يوم وجربت أني أطلع من موقف ومثلا أكون ما شفت السيارة اللي من خلفي قاعدة تمشي، السيارة من نفسها توقف لحالها إذا أنا ما وقفت، فجدا ممتاز وشيء حلو صراحة تقدرين تتحكمين فيه، يعني لو أزعجتك التنبيهات تقدرين أنك تتحكمين في قوتها أو تقدرين تخلينها بدون صوت حتى. إيش الخدمات اللي تتوفر في الشاشة؟ أنظمة الترفيه والراحة داخل السيارة جدا مميزة، فيها شاحن لاسلكي، الشاشة تدعم أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو، أيضا خاصية تسجيل الصوت، نظام التكييف فيها مزدوج يمديك تتحكمين بالحرارة للسائق وللراكب اللي جنبه. الحلو في داخلية السيارة إن فيها مقاعد من الجلد الفاخر وتجي بلونين، وأيضا فيها خاصية وسادات داعمة للظهر طبية تقدرين تعدلينها كهربائيا بجميع الوضعيات. وبالنسبة لمساحة السيارة، لو معك حمولة زايدة تقدرين تطوين المقاعد الخلفية مع صندوق الأمتعة وتصير عندك مساحة أكبر. ومن الأشياء اللي حابة أذكرها في خارجية السيارة أنها تجي بلونين، والأضواء الأمامية والخلفية تجي LED، أيضاً الجنوط رياضية 18 إنش دايموند كات. وحابة أقول لكم أن وكالة عبدالله صالح البازعي تحرص أنها ما تقدم سياراتها للعميل إلا بعد ما تمر بـ 72 عملية فحص. وخدمات اللي ما بعد البيع اللي تقدمها وكالة سانجيونغ عبدالله صالح البازعي تعد الأميز في المملكة، ضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، صيانة مجانية 5 سنوات أو 60,000 كيلومتر، وأيضاً خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات ومفتوحة الكيلومترات. كان معكم في تغطية سانجيونغ تيفولي 2020 فريق المربع نت. حياكم الله، أخوكم طلال العاصمي، شكراً لكم وشكراً على خير، معكم عبد العزيز بامعس، السلام عليكم ورحمة الله.